يلا جد مجموعات حل النظام الآتي بيانيا. كيف بدنا نسويها؟ هاي مسوي لك اياها بالرسم. عمل جدول، مثل المعادلة الأولى، مثل المعادلة الثانية. والله هاي فيها مشكلة هون، شو هذا؟ وين نقطة التقاطع؟ طب احنا قلنا الحل بده يكون نقطة التقاطع. لاحظوا انه هذول المستقيمين شو مالهم؟ شو بنسميهم في الرياضيات لما يكونوا مستقيمين بهذا الشكل؟ نعم، ممتاز، متوازيين. إذا لا تقاطع بينهما، إذا هذا النظام لا حل له لأنه ما تقاطعوا. وأنا بقدر أعرف إذا المستقيمين متوازيين ولا لا صراحة بسهولة من وين؟ من معامل سين. طلع كيف؟ لهم نفس معامل سين. في الحالة طبعا لما يكون صاد موضوع القانون يمكن أفضل، هو لازم يكون واضح بهذا الشكل الحقيقي. في هاي الحالة بقول إنه لا حل لهذا النظام. يلا خلينا نشوف هاي، هل هذا النظام راح يطلع له حل ولا ما راح يطلع له حل؟ شوف إذا المعادلة مرتبة، السينات تحت بعض، الأعداد تحت بعض، الصادات تحت بعض بسهولة. إذا معامل سين هون نفس معامل سين هون، في هاي الحالة بنقول لا حل للنظام، راح يطلع خطين مستقيمين متوازيين. بتحبوا نجربها؟ خلينا نجربها. يلا على وين؟ على الجيوجبرا نتأكد من الوضع. طبعا هي بتقدر ترسمها انت بدقة وبسهولة وكل شيء. نقدر نرسم هاي المعادلة بكل سهولة. نعم نقدر نكتب هنا اللي هو 2x يعني 2 سين يساوي 5. بكتبها زي ما هي على فكرة، 5 زائد صاد. هاي المعادلة الأولى. يلا المعادلة الثانية، 2x 2 سين يعني 2x يساوي 7 زائد صاد اللي هي واي، يعني نكتبها. شوفوا طلعوا خطين مستقيمين مالهم متوازيين، اذا لا حل للنظام. شوفوا هون عندي وضع ثاني ممكن تكون تلاحظوا المعادلة الأولى والمعادلة الثانية إيش العلاقة بينهم. لو تلاحظوا إنه المعادلة الأولى والمعادلة الثانية هني ترى معادلتين متطابقتين تماما، هي فقط إنه لو ضربت المعادلة الأولى باثنين، شايفين ها بطلع عندي هون 2 صاد يساوي 6 سين زائد 12، ورتبنا المعادلة حطها بصورة العامة راح تجيك 6 سين ناقص 2 صاد زائد 12 يساوي صفر. في هاي الحالة شو بنقول؟ بنقول انه هذول المعادلتين هن اصلا نفس المعادلة، هذول بيطلعوا خطين مستقيمين شو مالهم؟ متطابقين. بتقدر تجربوها وتمثلوها بتلاقيهم عبارة عن نفس الخط، كأني ما عملت اي خط جديد. اذا عندي ثلاث حالات. الحالة الاولى انه الخطين يتقاطعوا في نقطة، وهي الحالة العامة اللي دائما يعني بنشوفها. النوع الثاني الخطين ما بتقاطعوا بالمرة، بكونوا متوازيين زي هيك، ساعتها بكون ميلهم متساوي. الحالة الأخيرة إنه الخطين يتطابقوا فوق بعضهم البعض، يجوا فوق بعض، وهذه بيكونوا أحد المعادلات هو عبارة عن مضروبة في عدد يعني مضاعف أو نص أو ربع إلى آخره للمعادلة الثانية. يلا نشوف.